بسم الله، فيديو جديد من قناة برنسيس البيت. لو أول مرة تشوفوا القناة تنسوش تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا كل جديد، وياريت الناس اللي بتتفرج من غير اشتراكات ياريت تشتركوا عشان تشجعوني وتدعموني ان انا اعمل فيديوهات احسن وتفيدكم. هنعمل النهاردة كفتة الرز مظبوطة 100% في البيت، يعني هنعمل كل حاجة في البيت. وزي ما انتم شايفين ان هي متماسكه جدا، ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش سنه ميه، ما فيهاش حاجه، بس لازم تمشي على الخطوات. فتابعوا الفيديو من اوله لاخره عشان تمشي على الخطوات بالظبط عشان تطلعي كفته رز في البيت. طبعا احنا انت عارفين الوقت اللي احنا فيه، دوبك في ناس لو عندها المفرمة بتاعت اللحمة تبقى تفرم تعمل لحمة مفرومة، ولو ما عندهاش يا دوبك بتفرم اللحمة، لكن كفتة الرز دي بيبقى صعب ان الواحد يعملها. تعالوا بقى نشوف المقادير. الاول بقى هدخل على الرز. الرز لازم يتنقع، مش يتنقع مدة كبيرة، يعني ما يكملش ساعة مثلا او ساعة مثلا، يتنقع عشان بس يتكسر بسهولة، مش اكتر ولا اقل. في المطحنة ان هو يتكسر، بعد كده هصفيه كويس قوي في مصفى، وبعد ما اصفيه اروح جايبة فوطة واحطه على وانشفه بالفوطة دي. مهم جدا. ليه بعمل الخطوات دي؟ على فكرة الخطوات دي تلاقيها كتير وتقولي ده صعبة، لكن هي سهلة ان شاء الله. ليه بعمل كده؟ عشان ما يبقاش فيها نقطة مية، دي حاجة مهمة جدا عشان اللحمة تطلع معايا مظبوطة. انا جبت الفوطة ونشفتها كويس قوي. طيب هجيب اعمل ايه؟ اروح حاطة في الكبة بتاعة او المطحنة، مش الكبة لا، المطحنة بتاعة اللي بتيجي مع الخلاط دي، هطحن فيها الرز. هروح شايلة بشوية بشوية على قد المطحنة اللي بتيجي مع الخلاط، ولازم اطحن الرز لحد ما يبقى زي دقيق الرز. هو دقيق رز، وعلى فكرة مش لازم تنخليه، هو اصلا بيبقى بيرفكت قوي، فمش لازمة. عندي هنا بقى نص كيلو رز، ولازم نص كيلو الرز، نص كيلو لحمة، سوري، نص كيلو لحمة مفرومة. الصراحة انا فرمها عند الراجل، فنص كيلو اللحمة بيبقى عليها نص كيلو رز، وبصلاية صغيرة، وثلاث فصوص او اربع فصوص ثوم، مع كمون وكزبرة وملح حسب الرغبة، فلفل اسمر وخضرة، خضرة شبت وبقدونس وكزبرة. وبتبقى يعني انت لو حابة الخضرة بتبقى كتير، الخضرة عامة بتغمقها، فانت لو حابة كتير ماشي، يعني مثلا ده نص رص رابطة من كل حاجة، يعني حاجة كده، حاجة كده بسيطة. خدت الحاجات الخضرة بالبصل بالثوم بالتوابل وطحنتها في الكبة، وبعد كده رحت حاطة اللحمة أنا على دقيق الرز اللي أنا عملته، وقعدت بقى أفرم، وعملت لها على فكرة وشين عشان يبقوا زي أول الفيديو. وبعد كده رحت طبعا ببل إيديا زيت، وأروح مصبعة الكفتة زي ما انتوا شايفين. بعد كده جبت زيت، عندي زيت، ولازم الزيت ده يكون زيت غزير عشان الكفتة تتحمر كويس. وبعد ما الزيت يسخن اروح موطية النار، موطية عشان تستوي، ويعني تاخد اللون بتاعها يبقى حلو، وفي نفس الوقت تستوي، مش تستوي بس هي تتحمر كويس، لانها اوريدي كده كده بتستوي بره، بتستوي يعني في الطبيخ. وكمان الناس طبعا اللي بتاكلها عادي كده فبتبقى مستويه برده، ما تبقاش اللحمه نيه. اللحمه دي كانت عباره عن ايه؟ اللحمه دي كانت عباره لحمه بلدي عن لحمه جملي. في ناس بتعملها لحمه جملي بس، في ناس بتعملها لحمه مجمده، فهي اي لحمه، مش لازم في لحمه بلدي بس، فهي اي لحمه على فكره ما بتفكش من نوع اللحمه، لكن بتفك لو في ميه كتير او حاجه، بس امشوا على الطريقه. وطبعا ما تقلبوهاش بعد ما تحطي، مهم جدا جدا، انت حطيتي كده ما تقلبيش الا لما تاخد لون، وطبعا اللون بتاعها ده ما ينفعش تطلع بيه لانها لون فاتح قوي، فهيبقى في الطبيخ فاتح جدا فهيفرول، فلازم تمسك نفسها وتتحمر كويس، لازم تتقلب بعد ان ما تاخد لون بسيط عشان ما تقطعها، يعني بالحاجة بتاعتك اللي انت بتقلبي بيها ما تقطعهاش. طبعا لو حابة تحطي توابل اللي هي السبع بهارات مع الكفتة وهي بتطحن براحتك، لكن انا اكتفيت الصراحة بالكزبرة والكمون. شفتوا بقى شكلها، في ناس بتحب تبقى اغمق من كده سنة في اللون، فعادي اللي انتوا عايزينه، بجد طعمها جميل جدا جدا.
زي اللي بتيجي برضو يا بره، اللي بره دي مش جاهزة، اللي بره دي انت برضو بتعملي الحاجات دي، يعني بتعملي الرز بتنقعيه وتغسليه، او تغسليه بس وتحضري الخضرة دي وتوديها للراجل ويعملها لك، يعني ما مش بتعملي حاجة اختراع. لكن هو انا حسيت ان هي بتبقى سهلة وسريعة، ليه ما نعملهاش في البيت؟ بعد كده جبت بصلاية وحمرتها في شوية زيت، طبعا حابة ان هي تحطي سمنة، حابة تحطي دهن، براحتك اللي انت عايزاه. ورحت حاطة طماطم، هي كانت بصلاية متوسطة كده، يعني يا دوبك خليتها تصفر، ورحت حاطة الطماطم وهتبقى اسيبها تتسبك شوية، وبعد كده اروح حاطة عليها كفتة وهسيبها تتسبك. عامة خلي بالك ان الصوص بتاعها بيتقل سنة، يعني بتسيبيه خفيف لانه هو كده كده بيتقل سنة عشان دي الرز اللي موجود فيه. بعد كده هروح نعمل الرز. حطيت بقى شوية زيت على سمنة زبدة زي حسب الرغبة اللي انت عايزاها للرز، وحطيت شعرية، انا بحط الكوبايتين الرز بديلهم كوباية شعرية، طبعا دي الشعرية هتبقى كتير، طب حابة قليلة تبقى كوباية الا ربع، طب حابة تبقى مظبوطة قوي تبقى نص كوباية شعرية بس. وحمرتها كويس، طبعا في ناس بتحب الشعرية تبقى اغمق من كده، في غمقي يعني حسب الرغبة. وقلبت الرز فيها عشان بس يتشرب من الزيت، وبعد كده حطيت الشوربة واسيبها عقلتين صباع كده، واسيبها طبعا حطيت الملح واسيبها لحد لما على حسب بقى الرغبة، ولحد لما تتشرب واروح موطية عليها. وشفت الرز مفلفل وطعمه جميل. وعلى فكرة الكفتة لازم يبقى جنبها رز، في ناس بتاكلها بعيش بس هي الأحسن بتتاكل مع رز اللي هو بشعرية، بيبقى حلو جدا جنبها. وطبعا هوريكم دلوقتي الطبيخ بتاع الكفتة، ممكن تحطي على فكرة عليه بطاطس، تحطي عليه يعني الحاجة الحابة، تحطي خضار معاها، حطي خضار براحتك يعني، لكن انا حبيت ان احطها لوحدها. طبعا حابه ان هي تتسبك عن كده سيبها تتسبك عن كده يعني تتقل. انا هنا بوريها لكم من جوه مستويه، بتاخد قد ايه؟ من نص ساعه لساعه الا ربع تكون اللحمه استوت.